فعلا بالسادة الضيوف. لعلك استمعت معنا إلى ما قاله المستشار زكريا شلش الآن، من أنك أول من استدعيت أو استقويت بالخارج على حسب ما فهمت. لا هو هدد طيب. بالتدخل الأجنبي. أول من هددت يا سعادة المستشار. لا بس عشان يبقى الكلام واضح. من في حالة عدم الدرجة الوطني. الدرجة الوطني. حالة استمرار السلطة. طيب. وانه ايضا لا وانك ايضا لست من تيار الاستقلال سعاده المستشار اتفضل. يا زكريا شلش لما تتكلم عن زكريا عبد العزيز تقول السيد المستشار زكريا عبد العزيز لان انا اقدم منك. انا قلت المستشار. لما اتكلم تسكت يا زكريا يا شلش. انت ما تدخلش بالدخله دي. طب انا هديك حق الرد يا استاذ. اول واحد دخل في السياسه. يا لا ارجوك نسمعه الاول. هو يتكلم برضه كويس. هو يتكلم كويس. ارجوك طب نسمعه حتى نفهم. اتفضل يا سعد. حتى يعني نحن انا اتحدث مع القاضي. طيب نسمع يا سعاده المستشار نسمعه. عاملين ابطال دلوقتي. اتفضل يا زكريا بيه. يا سعاده المستشار. يا سعاده المستشار. عملت واقف اللي بيحصل النهارده القضاء. سعاده المستشار هذا يعني انا اضطر الى انهاء الحلقه يعني انا اسف. اتفضل يا سعاده المستشار اتفضل. اتفضل. بدايه كويسه. هو بدا ارجوك. اتفضل يا سعاده المستشار. وانت رجل غير محترم وانا بعتذر عن هذا الحديث في هذه القناه المحترمه لكن انا بنبه القناه انها حينما تستدعي ضيوف ان تاتي بضيوف يكون عندهم شيء من الادب. اشكرك 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 مشاهدينا الكرام. مشاهدينا الكرام شكرا جزيلا لكم واعتذر عما حدث في هذه الحلقه. أشكر المستشار زكريا شلس رئيس محكمة جنايات الجيزة والأستاذ سيد حامد المحامي وعضو لجنة الحرية بنقابة المحامين والأستاذ محمد زارع المحامي وأعتذر له يعني لم يأخذ حقه في الكلام ورئيس المنظمة العربية للحقوق وأشكر شكرا جزيلا سعادة المستشار زكريا عبد العزيز رئيس نادي القضاء الأسبق. شكرا جزيلا لك. مشاهدينا الكرام بعد الفاصل نتابع موضوعا أعتقد أنه الموضوع الأبرز والأهم من كل شيء على الساحة المصرية الآن كما يرى كثيرون. هذا ليس رأيا لي مستقلا. ماذا يجري الآن مع جنودنا المخطوفين في سيناء؟